هذا سائل يقول: السيد اسم من أسماء الله سبحانه، يقول هل يصح أن يتسمى به الآدمي ويقال السيد فلان؟ نعم، لا بس، لا بس، السيد كل حسب ما يتسمى به الإنسان أو اسم الله لا يقوم بالله عز وجل. السيد هو المالك والمتصرف هو. وأما الإنسان إذا قيل له سيد، هذا إما أن يكون سيدا في قومه أو يكون مجرد اسم السيد فقط، هي من يسمى السيد وما هو بسيد، بس كذا اللفظ كذا. نعم، ولا مانع من التسمي بالسيد. نعم.